هي الحصة الأخيرة من برنامج عدل 2013 التي تم توزيعها على المستفيدين ببلدية واد زناتي. السيد قرفي الأزهر واحد من أصل 600 مستفيد من هذه الصيغة يتفقد رفقة عائلته مسكنه الجديد. سنينا الحمد لله فرجينا ربي والحمد لله الصلاه كامله كلش كاين مازال احنا برك نجيبوا قشنا وصايه. يحتوي هذا الموقع الاخير بحصة 600 مسكن مقسمه على حص موقعين، الموقع الاول 400 زائد 200 مسكن. قد جهز هذين الموقعين بكافة ضروريات للحياة من شبكات توزيع المياه والتطهير الخارجي وشبكة الطرقات والإنارة الخارجية. بالإضافة إلى برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تم كذلك توزيع مقررات الاستفادة الخاصة بالسكن الاجتماعي الإيجاري والبناء الريفي. نشكر كما نقول المسؤولين اللي عطاونا في الصيغة هذه، تسمى الصيغة هذه ولي عقوبة إن شاء الله اللي ما زالوا. الحمد لله تم توزيع السكنات للمستفيدين، على الأقل تنقص عليهم عناء الكراء تاع السكنات وإن شاء الله نحافظوا على المكسب هذا. توزيع مفاتيح أزيد من 850 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، وأخرى بصيغة العمومي الإيجاري، إلى إضافة توزيع استفادات من إعانة الدولة في البناء الريفي. والعملية ستتواصل خلال السداسية الثانية لهذه السنة، أين برمجنا توزيع أزيد من 3000 وحدة سكنية من مختلف السياق. تحضيرات جارية على قدم وساق لإنهاء الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية لتوزيع حصص سكنية أخرى شهر جويلية القادم.